اهو المتسف مفتوح. سيف المدام بتسأل على ترينيز وعايزين يحجزوا كرسي البيجنرز، ده هطلع اشوف سنورة. تعالى بقى. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاكي قبل كده من يومين في الحفلة، صح؟ انتي اهالة. انتي جاية هنا ليه؟ جاية تختصي؟ لا، اهالة مراتي. طيب، المهم احنا جايين كنا بنسأل على الدايفنج كورسز اللي عندكم، وبعدين عرفنا ان انتوا كمان عايزين ترينيز. مش بالظبط، احنا محتاجين حد يشتغل، الشغل الصيد ده تقيل قوي. انا ممكن اساعد. في طلوع على المركب صح؟ داخل سخن انت. في طلوع على المركب بس مش في الاول، يعني محتاج تتمرن شويه الاول عشان ما تغلوش على الناس اللي في المركب. بتعرف تعوم؟ اه بعرف. لا مش قوي. طيب احنا ممكن نجربك يومين، تمام؟ طيب هنفكر وبعدين نرجع لكم. عمر هتفكر في ايه؟ المكان عارفينه وشكله كويس، وبعدين اول مره احس ان صلاح متحمس لحاجه. طيب ماشي، نجرب يومين بس. حلو قوي. شوف بقى بطل البدل اللي هناك دي، عاوزك تاخدها بره الحصن. يلا همك. وانت بقى اسمك ايه؟ روتي. هنا. هنا ايه الحلاوه دي؟ سيف انا لازم امشي. ليه؟ مش فاضلك ساعه شفت؟ لا، ما رحاب عايزه تروح بدري، فلازم اروح. طمنينا لما توصلي. فرصة سعيدة. مش مرتاح يا مها ان احنا سيبنا صلاح، ما العيال دي شكلها مش تمام. بص، لو على اول واحد اوكي موافقك، بس سيف شكله ديسنت، وبعدين حسيت ان صلاح ارتاح له. مش عارف. ما تقلقش، كله هيبقى كويس. انت بقى اللي هتجيب صلاح، لاني معزومة عن تمضاولة مع ماما. لا معزومة ايه؟ انا لازم انزل اتمشى في البلد. اشمعنى المرة دي؟ مش فاهم. بعمل ريسيرش عشان الرواية. مش قلت لك الرواية عن الغردقة؟ أنا ممكن أنزل أجيبه على فكرة. أحلى بنت في البحر الأحمر كله. أكشلي في مصر كلها. إيه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. بعتيلي مسج قولي إنكوا وصلتوا. أوكي، والتاكسي. ثانك يو. أوبا أوبا أوبا. باي باي. لما شفتها تاني في السنتر كنت ابتديت افهم حاجة. انا محتاج هالة بغض النظر عن كل الظروف. لو معرفتش قصتنا هتروح فين، مفيش حاجة اعرف احكيها، وانا لو محكيتش اموت. كم فرد؟ انا بس. شكلك كده مش جاي تاكل صح؟ باين عليا مش جعان. طيب اشرب حاجة. على فكرة انا هخلص شفت الساعة 5. اقولك هرجع بعد شوية. لا اتمشى شوية وبعدين اعدي على المكتبة.